يعني الخلافات مثلا ناخذها مثلا الان يوم فرضت الوزاره ودوله الرئيس تحويل الرواتب الى البنوك، تحويل رواتب العاملين في المدارس الخاصه الى البنوك حرصا على حقوق المعلم، دخلنا في دوامه فعل ورده فعل في بعض المدارس ما عندها القدره تحول رواتبها على البنوك، وفي عندنا مدارس خاصه صعب معلميها انهم يروحوا على البنوك، يعني دخلنا في اشكاليه كبيره. كان الاولى من الوزاره او دوله الرئيس انه يقعد مع المدارس الخاصه حتى يجد ارضيه مشتركه بين الطرفين، ان يفرض قرار من جانب واحد دون النظر الى ما تعانيه المدارس الخاصه من اشكاليات في تحويل الراتب، هذا اعتقد خلاف شيء. مثلا الان لا تجدد رخصه مدرسه خاصه الا بتحويل الرواتب على البنوك، لا تجدد رخصة ولا يمنح الكتب ولا تمنح الكتب المدارس الخاصة إلا بعد إثبات تحويل بنكي. اثنين، حولوا قطاع المدارس الخاصة تصديق العلامات والجداول والتشكيلات ونقابة المعلمين، وهذا مخالف لقانون وزارة التربية والتعليم ومخالف إلى نص المادة الخامسة الفقرة ج من قانون نقابة المعلمين. لأن أولا احنا في قطاعنا القطاع التعليم الخاص مدارسنا مفككة، هذا واحد. اثنين، ليست على رأي واحد، لأن القاسم المشترك بينها الوضع المالي، يعني اي مؤسسه مدرسه خاصه له مصلحه ان تبقى مؤسسته ماشيه، لانه ما بيقدر يعني يتخذ اجراء. لكن اللي بنقوله انه قرار النقابه اقوى، اذا قررت النقابه بشيء شايف يجب ان نلتزم فيه. حقيقه احنا نتمنى ان لا يكون هنالك خلاف بيننا وبين اي جهه حكوميه، نتمنى بل حريصون على ان نكون مشاركين ومتفاهمين في كل القضايا، لانه احنا جزء واحد هيك مفترض. لكن العملية يعني تعدد المسؤولين، وكل مسؤول له وجهة نظر، وكل مسؤول ناقم على المدارس الخاصة بصير وزير بصدر بنظم على كيف. مرينا في هذه التجارب، يعني نظام التأسيس اللي صدر في 2016 و16 يعني تعدل 3 مرات خلال سنتين، يعني هذا دليل انه ما في دراسة معمقة لهذا المشروع ولا أخذ بعين الاعتبار واقع التعليم الخاص في المملكة. مش كل المدارس 5 نجوم ولا كل المدارس نجمة واحدة. احنا بنقول دائما ابدا انه هذا القطاع سهل، كله هذا القطاع التعليم بتلخص بنص صفحة. الان انا بروح على وزارة الصناعة والتجارة باخذ سجلي خلال 5 دقائق، لانه عنده داتا، هو ما في داتا. مش معقول انا كل سنة اعطيك سند ارض، وكل سنة اعطيك عقد ايجار، وكل سنة اعطيك، مش معقول. لانه يعني يوم يكون عندك 3700 او 600 مدرسة وروضة في 17 ورقة كل سنة، وين بتخزنهم؟ بيروقراطية. هاي هذا انفاق غير هدر. احنا بنقول اصبحنا في حكومة الكترونية، انا بعطيك رخصة تعطيني رخصتي، عندك داتا. هيك يعني الاصل انه تشتغل الوزارة. على كل حال يعني يبدو انه قطاع التعليم الخاص يعني دورها هامشي في المجتمع، والرأي العام كله بلا استثناء هو ضد المدارس الخاصة وطماعة ومدارس ربحية.